أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ابن سينا والرازي ملاحدة؟ علما بأننا قرأنا في مناهجنا المدرسية أنهم علماء طبيعيين مسلمين. هل إيش؟ هل ابن سينا والرازي ملاحدة؟ لا، الرازي ما هم مثل ابن سينا. الرازي أشعري، نعم صحيح أنه أشعري، ولكنه عالم وعنده استقامة وعنده اعتدال، ويقال أنه تاب في آخر حياته، خلاف ابن عربي فهو ملحد، لا يقاس هذا بهذا. أيضا ابن الرازي ليس صوفيا، الرازي ليس من الصوفية، إنما هو من علماء الكلام، من علماء الكلام وعلماء المنطق، هو أشعري المذهب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.